أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف من يكفر المسلمين، وهل يجوز الترحم على من مات منهم؟ اللي يكفر المسلمين ما تجوز الصلاة خلفه، ما تجوز الصلاة خلفه، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، هذا فسق والعياذ بالله. تكفير المسلمين فسق، ولا يجوز يتخذ إمام، هذا مذهبه وهذا رأيه، لأنه فاسق على مذهب الخوارج. نعم.